رسائل نوجهها لكل التونسيات والتونسيين بمختلف شرايحهم باش يتجاوزوا خلافاتهم الداخلية. والوقت الآن مش وقت تقييم وحسابات، اليوم الوقت الحان لوضع اليد في اليد لشن حرب شامل على الإرهاب حتى نستطيع القضاء عليه ونجتث من جذوره. سنضعوا هيئتنا الإدارية معناها في الأيام القليلة القادمة، وقد نتخذ إجراء بدعوة كل الأطراف كل المكونات تاع المجتمع المدني والأحزاب معناها تحديد موعد ينعقد فيه مؤتمر وطني لا لمناهضة الإرهاب وإنما للحرب على الإرهاب، لأن الفترة أصبحت متقدمة والآن الحديث هو عن شن حرب على الإرهاب وليس مقاومة الإرهاب.